هل منادات بنت حمزة دليل على أن الكبير يقدر ويقال له احتراماً يا عم كما يفعله بعض الناس؟ لا، هو عم حقيقي، لأنه عمها من الرضاع. الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، تقول يا عم يعني من الرضاع. وأما قول الناس يا عم من باب التقدير أو يا والد أو يا أخ، هذا شيء طيب، هذه ألفاظ طيبة من باب التقدير والاحترام. نعم. يقول أيضاً: وهل صحيح أنه لا عم إلا عم النسب؟ هي نعم، هذا ما يحتاج سؤال. العم ولا يكون إلا من النسب أو من الرضاع، يكون من النسب أو من الرضاع كما سبق. أما العم في القدر والإجلال هذا شيء آخر، ما إنما هم باب التقدير لا من باب أنه النسب أو رضاع. نعم.